معبد إدفو هو المعبد الوحيد على أرض مصر من العصرين البطلمي والروماني الذي يرجع إلى العصر البطلمي فقط. هذا المعبد كان مكرسا ومخصصا لعبادة الإله حورس، والملك هو صورة من صور الإله حورس على الأرض، ولذا حرص كهنة المعبد على أن يبعدوا الحكام الرومان عن الاقتراب من هذا المعبد حتى لا يجعلوا من أنفسهم حورس يحكم مصر، لأنهم في هذه الحالة سيكون حورس الذي يحكم مصر يحكمها من روما، وهو ما لم يكن مقبولا لكبرياء وعظمة أرض مصر. بعد قيام المصريين بأربع ثورات ضد الفرس من سنة 486 ل404، وصل أمون حر الثاني عام 404 كأول وآخر ملك في الأسرة 28. هذا الملك عقد تحالف مع الفرس اللي بعدهم عن مصر، اعتبروا البعض ضمانا لتأمين حكم الملك، والبعض الآخر اعتبروا خيانة للثورة المصرية ضد الفرس. استحق الملك معها أن يقتل على يد القائد العسكري نيفريتس مؤسس الأسرة 29، وعشان كده بنسميها أسرة الملك الواحد. مرقس، يوحنا مرقس، وأحيانا يكتب يوحنا فقط. مرقس مرتبط بصلة قرابة مع برنابة، مرقس مرتبط مع بطرس الرسول، ينسب إليه كتابة الإنجيل الثاني من الأناجيل الأربعة. مرقس اتولد سنة 15 ميلاديا في كورينيا بليبيا، وأحيانا بيقولوا أنه اتولد في أورشليم. أبوه اسمه أرستوبولوس وأمه اسمها مريم، والبعض بيعتقد ان تعبير مرقس هو لقب يعني المطرقة. بابلون وليس بابليون، بابلون من الاسم المصري بابر حابيم اون، بيت معبود النيل في اون، وهي امتداد للمدينة المصرية اون، ويعتقد البعض ان هناك جزء من الصراع بين حورس وست وقع في هذه المنطقة، ولذا عام 1994 كشف بجوار كنيسة القديس ميخائيل الثالث عن تمثال للملك هاكوريس من الأسرة 29 مكرس للمعبود آتوم رب هليوبلس وأونو الأكبر. سينا، تامفكات أرض الفيروز، جومفكات أرض جبل الفيروز، خاست مفكات صحراء الفيروز، تاشسمت أرض المعدن الأخضر، بياو أرض المنجم، حريب الأرض الخربة في التوراة، سيناء. هل جت من سين إله الأمر ولا من الأسنة الجبال العالية اللي هي سيناء كثرة الجبال؟ وكلمة طور يعتقد أنها كلمة آرامية تعني القمر، ولذا إن التزمنا بالترجمة هنا نقول أن طور سيناء تعني جبل القمر.